بلوغ المرام من أدلة الأحكام، جهة النشر إسلام إليملري، كتاب الصيام، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. 680 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء، قال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. 681 وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. 682 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه 1 النار 70 صاد 198 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. 683 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. 684 وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. 685 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. 1 وزاد أبو داود غير رمضان. 686 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. 687 وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. 688 وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام صاد 199 التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. 689 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. 690 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. 691 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. 692 وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقة إلا أنه مضطرب. 1 صاد 200 وقد أنكره مالك. 2 وقال أبو داود هو منسوخ. 693 وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. 694 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. 695 وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. 696 ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر.